هلا والله يا جايز. اليوم رح نلعب Among Us. كثير طلبتوها. بصراحة أنا ما بعرف أعمل مود للعبة ولا شيء، فعم بلعب اللعبة العادية. فإذا أي حد حاب يساعد في الموضوع بليز كثير حكوا ممتن. طبعا معي الشباب. هلا والله. هلا والله. اوكي، اللعبة هاي فيها اشي مختلف، حيكون فيها شيب شيفتر، يعني الامبوستر بيقدر يغير شكله عشان يخدع الباقي. اوه، في جارديان انجل، يعني هذا اللي بيموت بيقدر يحط درع على الناس اللي عايشين ويحميهم. يلا بسم الله. اوكي، والله حاسه بالرب انا من اولها بصراحة. مش عارف ليش. اوكي، مبدئيا انا شاك بمهدي بوقفته هاي، حاس مش عم بعمل تاسك ولا شيء. كل حد دخل هون؟ فيش حدا، كلهم بيعملوا مهمات ما شاء الله عليهم. عم يلعبوا لعبة مسخ. معقول ابو الروب امبوستر؟ لازم اقتل لي حدا بيكفي. ابو الروب حركاته مش عجبتني صراحة. أنا بقول بتغير شكل حدا هون. اختفى وين اختفى؟ أوكي يا جماعة، رح أغير شكلي هون. زغلول. أوكي، أنا زغلول هون. سنة شوي، وين راح؟ خطة جميلة. هذا الكاميرا رح يشوف. لا لا، أروح أقتل الكاميرا. يا حقير يا زغلول يا معفن. شباب ركزوا معي. احمد كمان. انا مش قاتل. اهدى بلا غباء. انا مش قاتل. انا محمد كل فريقك. لا انا كنت مع محمد. انا عملت حبيبي، انا عملت الالكتريك كله يا غبي. معناته مهدي. لا يا حبيبي، انا كنت مع محمد. انت وين؟ انا شفت كرتي. مهدي. انا بقول مهدي. يا اخوان، اذا مش مهدي ابو الرب خلصت فجاه. يا اخي لا، ليش انت تقتل لي يعني؟ ما بعرف قلبوا عليك. قلب كل دم بارد يا زلمه. لازم في حدا يطلع من اللعبه. بس يا اخوان، ركزوا ان شاء الله، ركزوا بس. والله ظلم يا زلمه. احمد انا بعدين. احمد مهدي صوت. انتوا حمير اذا ما صوتوا احمد. خذ غباء. احمد باي زي ما انا شايفكم. قدامه انا اخذت شكل محمد، دخلت البيت وتعمد قدام زغلول. يا رب يكون زغلول شاف. خلاص انا بقول نطلع احمد صراحه. خلاص يا جماعه، استاذ زغلول. نعم، انا شفت محمد بدخل بالفيلم. اي، من وين تصرفها هاي الكذبه؟ انا شفت محمد بلعب جنب البلاعه. دخل في البلاعه. شفته بلعب جنبها. ها، بس كان عم بلف دوائر حوالينا. انا شفته بدخل. لا تنخدع. ولعت يا اخوان، ولعت. ماشي، ركز معي. ماشي زغلول، انا وياك راح اظل مع بعض. محمد الامبوستر يا غبي. مش انا. وال كيف لبسها فيا؟ الله اكبر على الغباء. كيف لبسها فيا؟ بدي ابعد عنه. احمد الامبوستر. يلا بضل مع الشباب. يلا في محمدين في اللعبة بس. يلا زغلول، طشي. تعال. احمد تحول على شكل محمد. وين هم؟ ايش هتعمل؟ احمد بالالكتريك. هيا نط. شفتوه؟ وين كل حدا؟ احمد عم بنطنط. اي محمد قتل محمد. شباب قلت لكم. خلاص ابو الروب، زي الله واحد. زغلول انا شفت محمد بقتل محمد ثاني. لا تحاول، روح انقلع يا زلمه. يا اخي انتو حمير. والله اني كشفته من اول اللعبه قبل ما يقتلني بجوز 10 ثواني. دقيقه، شايف قتلتك ابو شعلة. يا اخوان شايف قتلتك. مواطن صالح، ليتس جو. الله يستر. شوف وين ما مات عندك ابو الكافيتيريا اون. معلم اسلخ واحده. شوف هاي
مهدي وزغلول مع بعض. خرب الضوء والحيوان. يا الله. صح اقسم بالله. استنى ابوش علي وراي. ابوش علي وراي. مش عارف شو اعمل يا اخوان. مش عارف توتر. لا ابوش علي وراي ما تحلو حدك. دايما دايما بموت انا يا اخي. دايما بموت. ايوه ايش في يا جايز؟ الله اكبر. انا صلحت الضو وضليتني طالع فوق. اسمع تحت لما كنا عند الالكتريك ابو شعله وانا وزغلول كنا ماشيين ومحمد اجى من تحت. يا انه محمد يا انه ماشي عامل حاله محمد. بس شكرا. يا ماشي يا محمد. احمد بعد الالكتريك انا رحت يمين تماما. احنا كنا كلنا بالالكتريك. ما بتقدر ما بنقدر هسه نحكم نطلع. خلينا نعمل سكيب فوت بس عليهم شك. بقدر احمي الشباب. محمد راح على اليمين. بالروب شو بدك يا بالروب؟ حاسه وشعله ولا شكل فهد الحيوان مش عم بلعب بشكل طبيعي. حميته. اوكي. هيو هيو. يا حقير يا ماشي يا معفن. صار 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 صار. لحق 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 لحق. اسمع اسمع يا جماعة بدي احكيكم شغلة. طيب بدي احكيكم شغلة. تمام ركزوا معي. ركزوا معي ركزوا معي. ماشي القاتل. اوكي ليش انا عم بطلع على الماب اللي في الادمن. حلو. شفت واحد كان في الميد نط صار في السكيورتي اختفى. رحت على السكيورتي لقيت زغل ابو شعله منطوح على الارض ومحمد وزغلول طول الجيم مع بعض. معناته ماشي القاتل. بالضبط. وفر صوتك لانه انا شفتك بالادمن احمد. انا شفتك بالادمن وانت صادق وما طبقت مع بعض. صوتت على حالي يا اخوان. صوتت على حالي يا اخوان. ماشي يا حقير يا اخي سيبني اعيش شوي. اخوي شو عمل برا؟ انا بموت اخوي. توترت توترت والله. كل مرة انا بموت اول واحد بيجي يقتل بدون ما يعمل ولا اشي. لا اخوي عمل سبوتاج. انا عمل شغلات كثير والله. والله لعب صح الصراحة. اخوان شو حظ اليوم مش طبيعي. يمكن الوحيد بهاي اللعبة بنبسط انه يكون كروميت هو انا. بكل بساطة استنى كل حدا يطلع. اوكي لازم تشغل المحقق اللي جواتك. هلا بالواضح انه ابو الرب واقف مكانه. كلهم الحقوني على حظي. راح اضلني مع ابو الرب عشان اثبت نظريه تصغرون عشان هو صاحبي بحبه. انا بعرف هاي الغرفه الملعونه لانه انا بقتل فيها ناس فانا راح اموت هسه. في هذا تسكر عليه الباب. احمد ما شفتوش صار لي فتره. توقع ان السكيورتي احمد. لا بفتح معكم مواضيع جانبيه عشان نبني علاقه بيناتنا هيك وصير اصحاب. انا بيهمني طبعا المشاهد. ايش شو عادي. اسمع احمد بيختفي من اول جيم. هو الوحيد اللي ما شفته. ايش اللي بيختفي حبيبي؟ انا كنت جنبكم. احمد كثير كان عند السكيورتي وعند الكاميرات. كنت براقب اللي تسكر عليهم الباب جوا الالكتريكال. مين؟ انا وزغلول وماش. اتوقع ماش. لا زغلول ما كانش معنا بالغرفه. كان محمد معنا بالغرفه. صدقني مش انا. احسب سكيب. لو ما تاكدت حصوت. ما طلع كمان حدا صالح. اوكي هسه حامثل شغله والشباب راح يفكروني انه انا مواطن صالح. شوف يا جماعه صدقوني ماشي البوست. هسه حتشوفوا. هلا هلا يا يا حبيبي. اعمل 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 ميوت ومش على البوست. مش على مكان. مش علينا. ضمننا احمد يا اخوان. ضمننا احمد. ضلك السكيورتي. وانا خربطت والله. شكرا احمد يا رب. مش قاعد حتى بتطلع الكاميرات. ما كان الكاميرات ضوين وعامل حاله بعمل الكاميرات. بديها اعمل سابوتاج.
الله تا بسرعة 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 على الريبورت. كيف فزت؟ ليه يا الله غباء يا اخوان؟ يا الله يا الله يا زلمة، هاي هاي حركة ما تفوت الأكسجين؟ ما تفوت الأكسجين؟ يا اخوان انا حسيت، تعرف ليه؟ انا فاتح الديسكورد جنبي عمل ميوت بعدين رجع عمل انا ميوت. وغير هيك هسا انا كشفته كان على اساس على السكيورتي وبديه اعمل سابوتاج، الكاميرات ما كانوا ضاويين اصلا. والله صفحت صراحه على كيف بوستر لعبت لعب كاميرا برا كاميرا. والله تسلى على اساس انا متسلي جدا جدا. طيب انا بديش اتدخل باي حدا بهاي اللعبه، بس اسوي مهماتي زي الشطور. استنى حد يمر من هون، ناخذ شكل مهدي نروح. يا حبيبي حالك معاه وانا حق خلص هاي خرب الشف تبعي. يا ربيتو ايش مثل يا اخوان يا اخوان. احمد قدامنا حول لمهدي، تحول لمهدي، هو قاتل مهدي. شفت ماش بتحول قدامي، ماش بتحول لمهدي، مبين من ضحكته من الرب انه هو صراحه مش انا. ماش شفت ماش بتحول قدامي. اخوي 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 لا تحاول يا جماعه، صار معي شيء غبي. انا كان الشيفت تبعي هيخلص بعدين لقيت جوا غرفه، انا علقت حاجه جوا الغرفه. اسمع احمد، انت حاولت تقتل ماش بس ما زبطت معك. لا لا ما صار، لا هو سكر الباب عشان يتحول. ما انا على اساس حميت ماش. العب يا كبير. سواد ايش بطلع بالمره يا جماعه؟ مين تتوقع المافيا؟ هاي محمد يشيل هون. استنى محمد ماشي لحاله بدون حدا معاه. عن شكلك يا زلمة الحل حق مهدي. ايش صار؟ انا ضامن مهدي. لا لا انا ضامن مهدي. لا انا ضامن زغلول. ما بقى انا بلشت اشك بماش عشان ضمني بكل ثقة مهدي لوس. كل ماش محاول حوله مهدي، بس شفت ماش بتحرك. اوي والله كنت بلك تركل معك عم بعمل تاسكات والله العظيم. يا حبيبي انت يا دوب اجيت، يا دوب اجيت شو اللي بعمل تاسكات. مهدي الوسخ عشان ماش ضمنه قاعد بحكي انه هو الما هو بس هو الامبوستر. صار خلاص اذا معي بلاي اذا فاهم ايشي. اخوان دقيقة صحصحوا ركزوا شوي، طالما انا ضامن ابو شعله وماش ضامن مهدي محمد. انا بشك بماش ومحمد. انا محمد. انا محمد. صدقني ما اللي دخل. سكيب. انا حاسس الواحد عامل حاله مهدي، انه مهدي كان في مكان ثاني على الكاوي. والله صراحه مش عارف انا بشك بمين. ماشي حقير يا معفن. والله عارف حلو كثير ماشي القاتل، حلو كثير. اخوان ركزوا معي. شو ايش في؟ انا ضامن مليون بالمية ماش، اوكي؟ لاني شفته بيعمل تاسك قدامي حبيبي. تمام يا محمد، انا شفته نازل تحت. كذاب. كيف محمد يا حقير؟ محمد يا حقير اطلع برا. محمد اقنعني انك انت مش الامبوست. انا مش الامبوست. طبعا لا جد استنى محمد انت ليه؟ يا اخوان صراحه الوضع صار ممل، خلينا نطلع محمد. والله شو دخلني؟ لا ما بصير هيك. طلع محمد الامبوستر يا حمار يا زغلول. كيف شفت ماش بيعمل تاسك؟ شفته هو فعلا شافني. انت شفت ماش عندك بالالكتريك، انا كنت حاط سكن ماش. يا اخوان يا حقير تعجقتي يا زلمه. انا اسمع انا ميت وما اعرف يقتلني. في واحد سكر باب علينا قبل شوي. بعد مين يا الله؟ مهدي امبوستر. انا اتوقع المهدي.
ليه مهدي بيلحق فيه؟ اعمل اعمل حالك تلعمل وشنس نص نص ثاني خلصتها صح؟ ولك شفت اللي شفته؟ بالممرات يا حمار بالممرات. يا اخوان يا اخوان شخصية ماش مش ماش ايوه قتلت محمد فا اقولكم مين هو؟ ولا مين؟ ايوه مهدي. يا حبيبي انا كنت قاعد بعمل مشان اسمع انا ومحمد طلعنا من السكيورتي بعدين انا رجعت على السكيورتي فتحت الكاميرات مهدي تحول قدامي. يا الله ولك انت بلزق فيه. انا ومحمد اول ما بعدت لقيت محمد ميت. انا حاسب مشان كذاب لانه لو انه هيك جد تحول قدامك حكيت اول اشي حبيبي عن جد صدقني مهدي اخوان ابو شعلة صوت يا اخوان هذا الوقت ده صوت مهدي انا بقول ابو شعلة. واو شو الغباء بقول لك شفته قدامي ولك انا إيه؟ اللي بس ولا كذاب انت كذاب ولا كذاب والله شو شايفني انا بقول ابو شعلة كذاب. يا حقير هات صغرون ما انتبه يا واطي اوف قلت ما قلت لحد اول ابو الرب واحد الله واحد الله استنى كيف ابو الرب بيا لا 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 ابو شعلة يكون درورك يكون درو مهدي وين استنى خبيث ومنافق وزبالة. انا كاميرات شفت مهدي تحول لزغلول بعدين قبل ما يقتل ابو الرب رجع لمهدي انا صوتت ما اريد انا صوتت والله بعيد مهدي وين كنت انا كنت فوق شايف السكيورتي كام فوق لفوق يعني فوق السكيورتي كام مش على السكيورتي كام انا كان الوحيد اللي جنبك ما كانش حد غاد اصلا ما كان في حد غاد انا كنت هنا فزنا ولا خسرنا يا شباب خسرنا صح خاوة مبروك فزت ولك وسخ والله مهدي وسخ الحمار بتحول قدام الكاميرا قاعد قدام الكاميرا تحول جعل انا كنت بمشي جنب زغلول فجأة شلح وغدر اسمع اتحطيت بالامر الواقع شلح لحاله اوكي حلو الصراحة حلو اذا بدكم يا جماعة كمان من هالموت اكتبوا في تعليق